احنا يوم عن يوم الامل موجود وما بنفقده، فما بالك لما نشوف هيك شيء على ارض الواقع، كافه الجبهات الارض والجو والبر ومن نقطه صفر، ونشوف الالتحامات القويه والخسائر الفادحه لدى الاحتلال الاسرائيلي، سواء كاصابات كقتلى كخسائر ماديه خسائر اليه وغير عن هيك الاسرى. هو احنا ما بنختلف انه هاي الاردن بلدنا، بلدنا الثاني وبلدنا اللي انا ولدت فيها، بس انا كمان ببنكر شغله انه اصلي اصل ابوي واصل جدي من فلسطين، احنا دار البشيتي من فلسطين من القدس تحديدا بالضفه. ف يعني اكيد انا بحلم باليوم انه يجي لحتى اكيد يعني الواحد يرجع يشوف بلده بخير وسلام ويدخلها زي ما بيحكوها ببساطه، لا تاشيره فيزا ولا ختم احتلال ولا شيء. لن ننسى ولن نتخلى عن الحق الفلسطيني. مراهناتهم على الجيل الجديد بأنه سينسى وأن الكبار سيموتون لينظروا اليوم إلى هؤلاء الشباب والشابات الموجودين في هذه الساحة وفي باقي الساحات. من هم هنا هم الجيل الجديد، شباب العشرينيات هم اللي موجودين في هذه الساحات. الشعب الفلسطيني والشعب العربي لن ينسى الحق الفلسطيني. دورنا اليوم أن نسند هذه المقاومة المحترمة التي استطاعت أن تنفذ عمليات لم نكن نحلم بها، لم نتخيل أن تتمكن المقاومة من تنفيذ مثل هكذا عمليات في ظل هذه الظروف المحلية والإقليمية والدولية. رسالتنا إلى الشعوب العربية: اتحدوا خلف المقاومة الفلسطينية. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.